سنة 1575 أسس السيد عمرو بن أحمد الأنصاري بتمجروت أكبر زاوية عرفها تاريخ المغرب الحديث، الزاوية الناصرية. تقع تمجروت على بعد 20 كيلومترا عن مدينة زاجورة، وهي قرية عتيقة كان اليهود قد اتخذوها عاصمة لإماراتهم بدرعا، وتعد اليوم المركز الإداري لواحة فزواطة. تعتمد هذه الزاوية على الطريقة الصوفية الغازية المنتسبة للشيخ أبو القاسم الغازي، وقد كانت تدعو إلى تجاوز المذهبية والتمسك بالسنة النبوية الشريفة. انبثق عن الزاوية الناصرية الأم المتواجدة بتمجروت 366 زاوية تابعة انتشرت بكل جهات المغرب، يسيرها مريد الزاوية ومتبع طريقتها الصوفية. ألحق الشيخ محمد بن ناصر بالزاوية الناصرية خزانة جلب إليها الكتب من المشرق والمغرب، حتى عرف بصقر الكتب لولوعه باقتنائها والحصول عليها بشتى الوسائل. ثم جاء ابنه أحمد الخليفة من بعده فأرسى دعائمها وبنى بجوارها مدرسة لهواء طلبة العلم، وواصل استقطاب الأساتذة من مختلف جهات البلاد. زاوية تمجروت المؤسس تاعها هو أبو حفص عمر الأنصاري، هو المؤسس ديال تمجروت، والخزانة سيدي محمد بن نصر هو مؤسس الخزانة، هو أسسها في القرن 11 الهجري، فتأسس الخزانة في تمجروت داخل الزاوية دار الكتب الناصرية، ماشي هاد الخزانة هادي. كان عندك القرآن الكريم، تفسير القرآن، إعراب القرآن، الطب، التنجيم، اللغة، الأدب، الرياضيات، التصوف، الحديث، البلاغة، الشلحة العربية، التركية والعربية، الحديث الست، إمام البخاري وإمام مسلم، ابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود، الحديث الست. أضحت الزاوية الناصرية من أهم المراكز العلمية بالمغرب، تدرس بها أمهات الكتب التي لم تكن تدرس بأكبر المدن المغربية، كما كانت تدرس بها علوم كثيرة كالفقه والحديث والكلام والتصوف، حتى إن طلاب العلم آنذاك كانوا يكتفون بشيوخها بدلا عن التوجه إلى المراكز العلمية الكبرى كبغداد والكوفة واليمن والشام. اكتسبت خزانة الزاوية الناصرية منذ نشأتها صيتا عالميا متميزا لما تضمه من مخطوطات وكتب نفيسة في الطب واللغة والرياضيات والحديث، فاق مجموعها 4000 كتاب. من بين هذه النفائس كتاب ديني شعري باللغة الأمازيغية والعربية لإبراهيم الرسمكي، وكتاب الشفاء للقاضي عياض. كما تتوفر الخزانة على كتاب مكتوب بماء الذهب لقيسي القيرواني، ومصحف كتب على رق الغزال، وموطأ الإمام مالك الذي جيء به من قرطبة خلال القرون الوسطى. هذا اللي مكتوب على رق ديال الغزال، هذا هو أقدم كتاب مكتوب في 483 هجرية، الموطأ الإمام مالك، مالك بن أنس، من رؤية يحيى بن يحيى الليتي، هذا مكتوب في قرطبة في الأندلس في 483 هجرية 1063 ميلادية في قرطبة، ماشي هنا في تمجروت. هذا سيدي محمد بن ناصر كان تيدير رحلة للشرق وتيتصل بالعلماء اللي جاوا للحج وتسري من المكتوب وتجي بالزاوية الناصرية وتملك لله، ملك لله بيده محمد بن ناصر كان الله له.
يستفيد من الخزانة اليوم إضافة إلى السياح الذين يحجون إليها من كل صوب قرابة 100 طالب من طلاب العلم قدموا من مختلف المدن المغربية. الجبر ماتيماتيك تيجوا الناس الباحثين هنا كاين المكتبة تيجوا الناس من سوريا تيديروا هنا كنفوتو كب بالاذن ديال وزارة الاوقاف وتيجوا الناس من ابو ظبي تيجوا الناس من ليبيا السعودية الركيا كان المانيين تيعرفوا عندهم اللغة العربية. إن هذه المخطوطات والكتب التي تضمها خزانة تام جروت كنز من كنوز أمتنا ورصيدها الفكري الذي ترصد به إنجازاتنا الفكرية والعلمية، لذا وجب الاعتناء به والحفاظ عليه.